مبروك وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. كابتن مرحبا بيك في اليوم السابع، مبروك لمحمد. تقول لي ايه طبعا انت مدربه ووالده، تشعرك ايه بعد البرونزيه النهارده لاول ميداليه لمصر في اولمبياد باريس؟ هو الحمد لله، يعني هو بقول الحمد لله وشكر لله، الحلم بيتحقق، منظومه يعني شغاله على مدار سنين طويله، شايفين الحلم ده من زمان قوي، وكنا بنقرب خطوه بخطوه، بنحقق بطولات كاس عالم للشباب، بنحقق بطوله عالم للشباب، طبعا واخدين الهرم بتاع الانجازات سواء المحلي سواء القاري سواء الاقليمي. محمد طبعا صاحب ذهب البحر المتوسط في وهران، البطولات العالميه وصلنا لمرحله محترمه جدا، فطبيعي ان انا اقدر احلم دلوقتي، احلم بعد ما احقق المحلي والقاري والاقليمي والعالمي، ليا الحق ان انا احلم بالاولمبي. كنا جايين ان احنا عايزين الذهب، وان شاء الله باذن معقل الله معقل السلاح في باريس فرنسا. احنا احكي لي اللحظات بتاعت الحكم، توتر بتاع الحكم في النقطه الاخيره، يعني احكي لي لحظاتك انت واحساسك. التوفيق من عند ربنا، العمل باخلاص، ربنا عالم بينا وعالم بتعبنا وعالم بشقانا وعالم بكم المعاناه اللي الاجهزه الفنيه يعني محطوطه عليها، وكم المعاناه اللي بيتعرض لها اللعيبه، مش محمد السيد بس، جميع اللعيبه الرياضيين كلهم تحت ضغط. بس اللي احنا عايزينه حاجه واحده بس، ان احنا نصبر على اولادنا ونصبر على لعيبتنا ونصبر على شبابنا، وان شاء الله اول الغيث قطره، وهي دي القطره النهارده البدايه، قصينا الشريط، وان شاء الله كل الشباب باذن الله مصر واعده بشبابها، شباب الحاضر والمستقبل. الف مبروك. قلت لمحمد ايه قبل الماتش؟ بديله كلمه واحده، بقول له افتكر التعب والشقة والمعاناه بتاعتنا، المعاناه دي نتيجه بتاعتها، زي ما انت سامع التعب والمعاناه نتيجه الانتصار، نتيجه الفرحه، نتيجه علم مصر يترفع. تحيا مصر. لما شفت الوزير طلع المنصه والاحضان قلت ايه؟ الوزير طبعا دكتور اشرف صبحي ربنا يبارك فيه، طبعا داعم شاب وبيتعامل مع الشباب بروحه، بيشجع اللعيبه، نفسه زي اي مصري، يعني بغض النظر ان هو الوضع السياسي طبعا له الاحترام والتقدير طبعا كوزير الشباب والرياضه وهو المظله، لكن موجود في وسط الشباب، بيشجع اللاعب وبيندع اللعيب وان هو بيشحنه وبيشد من ازره، طبعا فرحه للجميع بصراحه. انا النهارده مش مصدق، يعني اقول لك انا كنت على يقين وبحلم، لكن لما الحلم اتحقق مش مصدق. احنا بقى عندنا بطل اولمبي في السلاح الحمد لله، ان شاء الله في ذهبيه جايه ان شاء الله باذن الله، فضل ونعمه عند ربنا الحمد لله. والف مبروك لمصر، الف مبروك لمصر، الف مبروك.